نهاركم ابيض بخطين حمر بلون تي شيرت ابطال الدوري. ابطال الدوري الموسم اللي فات وباذن الله يبقى الموسم الحالي كمان. حلقه الويك اند الخميس 23 يونيو هنكون معاكم ان شاء الله في وجبه رياضيه كرويه على مدار 90 دقيقه ان شاء الله تكون وجبه خفيفه على جمهور الزمالك العظيم. كمان عندنا تحليل لمباراه الامس امام البنك الاهلي وان شاء الله تبقى مباراة عودة أو نستثمر عودة الروح بالنسبة للاعبي نادي الزمالك. وقبل ما نخش في موضوعات حلقتنا أحب أرحب بزميلتي العزيزة نيرفانا العبد. نهارك أبيض يا نيرفانا. نهارك أبيض يا أحمد ونهاركم أبيض جميعا. الحقيقة يعني حلوة جملة استثمار عودة الروح دي. يعني الحقيقة من بعد ماتش الأهلي وبعض الناس اللي قالت إن الزمالك فرحان بالتعادل والنغمة اللي انتشرت دي، لكن احنا بنتكلم في ان احنا مش فرحانين. مش الزمالك يا جماعة اللي يفرح انه لما يتعادل مع ايا كان المنافس، بس هفهمكم ليه الفرحة اللي احنا فيها بقالنا فترة مش عشان خاطر النتيجة، لكن يا جماعة الجمهور فرحان بان احنا بقى فيه روح، فرحان بالشكل الجديد اللي ظهر عليه الفريق، يعني القوة والإصرار والرغبة في ان احنا نكسب تحت اي ظروف الحقيقة كانت يعني نقصانة طبعا الموسم ده. فرحانين بده، فرحانين ان احنا دلوقتي بقينا بنذكر لعيبة شباب، فرحانين بيوسف أسامة نبيه، فرحانين بسيف فاروق جعفر، فرحانين بحسام عبد المجيد وسيد نيمار، فرحانين بيهم، فرحانين بتألق الكبار الحقيقة، قوة شخصيتهم في الملعب على رأسهم طبعا القائد شيكابالا، فرحانين باستمرار يعني تفوق بن شرقي وزيزو، فرحانين بعودة نصر كرتاج سيف الدين الجزيري للتهديف هنتكلم عنه كتير قوي. يمكن سيف الدين الجزيري يا جماعة نزل امبارح فترة قليلة جدا لما اتبدل مع أوباما، لكن احنا شفنا التغيير يا دوبك نزل لعب غالبا ربع ساعة ولا حاجة بس جاب فيهم جولين. المسألة كلها يا جماعة ان جمهور الزمالك في نقط كده بسيطة جدا هي اللي بتفرق معاه، دي طبيعتنا كجمهور الزمالك، يمكن في حاجات بسيطة، تفاصيل بسيطة بتحصل في مشوار البطولة، حتى لو لا قدر الله ما كانش لينا نصيب إن احنا نكسب البطولة نفسها، وعلى فكرة أنا بتكلم عن أي بطولة، يعني مش بتكلم عن بطولة الدوري بالتحديد، لكن أنا بتكلم إن زي ما بقول نقاط بسيطة بتفرق معانا، أهمها إن أنا أحس إن لعيبة الفريق بتاعي عايزة تلعب عشان خاطر الكيان، عشان الاسم، عشان الزمالك، عشان الجمهور، مش عشان خاطر اي حاجه تانية. ده مش معناه يا جماعه ان انا بقول ان المفروض اللاعب ما يهمهوش الجانب المادي، كلنا في حياتنا يهمنا الجانب المادي، يعني دي حاجه منتهيه يعني، بس عارفين كده لما نحس ان حته الدافع، في دافع كده عشان انت بتحب حاجه معينه بتخليك تبذل مجهود مضاعف عشان خاطر انا بحب الحاجه دي. يعني لو انا هتكلم بشكل شخصي، انا بحب البرنامج ده، بحب برنامج نهارك ابيض، هشتغل اكتر، هفكر في افكار جديده مع فريق العمل بتاعي عشان حب البرنامج، حب الناس اللي شغاله معايا، الروح حلوه، مش فكره انا بشتغل وخلاص، خلاص بقى بطلع لكم من الاثنين للخميس خلاص يا جماعه بقى ساعه ونص نقضيها وخلاص، لا هيبان عليا. لكن انتوا عارفين كده لما تحس ان المذيع بيعمل كل حاجه عشان خاطر عايز يكون قريب منكم عشان يتكلم معاكم، ده الفرق، ده بالظبط اللي انا بحسه بقى مع اللعيب اللي بيبقى عايز يبذل مجهود. ده بقى الجماهير اللي حسيتهم من لعيبه الزمالك الفتره دي، بالتحديد الفتره الاخيره يعني اخر كام ماتش، عشان كده الجماهير مش فرحانه بقى خالص، سيبكم من النتائج وسيبكم من اي حاجه، على فكره حتى ماتش البنك الاهلي امبارح ادائنا لسه متراجع على فكره، مش ده الزمالك، عندنا غيابات كتير، عندنا لسه حاجات كتيره محتاجه تتصلح، لكن فرحانين بالشباب، فرحانين ان لسه في روح، فرحانين امبارح مثلا يوسف اسامه نبيه جاري اكتر من 90 يارده مثلا عشان خاطر يوصل و يسجل او يشارك في الهدف. شايفين التفاصيل اللي بتكلم عليها؟ هي دي التفاصيل اللي احنا مبسوطين بيها، لسه عندنا كتير اكيد، لسه طالبين كتير اكيد، لكن احنا ما بنبقاش طماعين، مش اللي هو انا هفضل قاعده بنتقد الناس وبنتقد اللعيبه وبنتقد كل حاجه لمجرد اول بقى ايه ما تبتدوا تفوق انا هتبسط، لا، جماهير الزمالك معاكوا في الحلو وفي المر وحتى في المشوار اللي ما بين المر والحلو. فدي اكتر حاجه بسطانه الحقيقه، ودي التفاصيل اللي جماهير الزمالك مبسوطه بيها الفتره دي. انت ايه رايك؟ حلو قوي الفتره ما بين المر والحلو. لا انا بقول حكم يا انت احمد، انت بتقولي حاجات يعني عميقه. بص يعني انت جبت الخلاصه في ان الموضوع كله يتلخص في الروح، عوده الروح، الموضوع ما لهوش اي علاقه غير بالحاجه دي بس. انت النهارده تسال اي زملكاوي ايه رايك في الفريق، أول حاجة هيقولك عليها أنا عاجبني جدا روح الفرقة،
روح الفرقه اللي بقت موجوده دلوقتي ما بين اللعيبه. مش هيقول لك اي اسم بقى، مش هيقول لك ولا شيكابالا ولا زيزو ولا، او ممكن يقول لك شيكابالا، شيكابالا على جنب، شيكابالا في حته لوحده كده، وممكن بقى ما يقولكش اي اسامي تاني. اول حاجه هيقول لك عليها انا عاجبني جدا روح اللعيبه اللي رجعت مره تانية للفريق. امبارح في ماتش امبارح احنا دخلنا المباراه في فريق قدامك، فريق قوي، فريق عنده مدير فني زي ما قلنا امبارح، فريق البنك الاهلي عنده كابتن خالد جلال مدير فني محترم. كنت تقدر تسجل في الشوط الاول بالتحديد عند كوره اوناجم، شفنا الكوره عمل فيها مجهود، واوناجم عمل اداء كويس جدا برضو، من فتره ما بيقديش كده، ادى اداء حلو في الشوط الاول. مع بدايه الشوط الثاني اتعرضنا لموقف صعب جدا، استقبلت هدف من ضربه جزاء، عايز اقف عندها شويه. ضربه الجزاء كانت بتتفصل عشان تتحسب، الراجل ما حسبهاش، الراجل حسب فاول من بره، يعيد له الكاميرا البعيده باينه جدا ان اللحظه اللي لمس فيها بره صح، اللي لمس فيها عبد الله جمعه الكوره من بره المنطقه في الزاويه اللي هي القريبه او في الكادر القريب. يعني هو لمس الكوره كده، لما اتعادت من بعيد لحظه لمس الكوره بقول له لا، هو لمسه ازاي لمسه وهو رجله تحت؟ الكوره اللي لمست الكوره رجله الشمال، فضل يفصصها له طبعا الكابتن محمود بسيوني عشان تتحسب. شفناها يعني باينه قوي ان ليه الراجل حسبها، حتى انت وانت في الفار انت بتقنعه عشان تقول له لا هي ضربه جزاء. فالموضوع صعب جدا، محتاجين ان ماتشات زي دي، ممكن ركله الجزاء دي لا قدر الله لو الزمالك ما كانش موفق في ماتش زي ده، ان انت تخلص عليه، تحرمه من نقاط مباراه مهمه جدا، تخليه يخش في هدف ممكن يحطم لك كل الدوافع اللي عندك. انت فريق عندك غيابات كتير جدا، ومع ذلك انت بتحاول ومعاك مدرب كبير ما زال لحد دلوقتي الحمد لله عند حسن ظن الجمهور، عمل تغييرات إيجابية كتيرة جدا وليه لمسات في المباراة، هو صاحب اللمسات دي، نزل شيكابالا في بداية الشوط الثاني، بعد يوسف الجزيري، بعد يوسف أسامة نبيه، عشان التلات لعيبة اللي نزلوا في الشوط الثاني يصنعوا الفارق مع الفريق في المباراة كلها. سيف الجزيري سجل هدفين، واحد منهم من صناعة يوسف أوباما، والتاني بمجهود واستلامة ولفة ولا أروع وتسديدة عظيمة جدا. فأنت شايف كمان دور كابتن شيكابالا دور كبير جدا في المباراة، ومش في المباراة دي بس، في المباريات اللي قبلها. أنت في الشوط الثاني كابتن شيكابالا هو ساهم بشكل كبير جدا في تحول المباراة، هو اللي بدأ يوزع الكرة ناحية بن شرقي وناحية زيزو، كل ده وأنت بتلعب ناقص عناصر كتير جدا. قبل ما اقول على العناصر دي عايز اتكلم على كابتن شيكابالا. يعني كابتن شيكابالا لو بصينا ان في الدقيقه 70 هنلاقيه خد الكوره وعمل كوره صدها الزنفولي، يعني تقريبا دي احسن كوره في حياه الزنفولي صدها، انقاذ صعب جدا. بعدها بدقيقه حصل حصار من نادي الزمالك على منطقه جزاء فريق البنك الاهلي، قدر سيف الدين الجزيري من كوره لف وشاط كوره احرز التعادل. بعدها حتى في الجول الثاني دور كابتن شيكابالا كان مهم جدا، استلم الكره من عند منطقه الجزاء، هو اللي مرر التمريره ليوسف اوباما اللي جري بيها 90 يارده زي ما قالت نيرفانا كده، وعمل اسيست لسيف الدين الجزيري. فانت كل ده وانت بتلعب ناقص عناصر مهمه جدا في الفريق، انت ناقصك ابو جبل، خط الدفاع يعتبر اتنين مساكين اساسيين، محمود علاء، محمد عبد الغني، وكابتن محمد عبد الشافي، كابتن حازم امام، يعني خط دفاع كامل بالبودله بتوعهم، حازم امام وحمزه المسلوسي واحمد فتوح، ضيف عليهم الغياب لطارق حامد. انت بتتكلم في 8 لعيبه، 8 لعيبه من القوام الاساسي للفريق غايبين عنك، موقف صعب جدا على اي فريق، ممكن ينهي بقى اي امال لاي مدرب مثلا يفقد بقى الطموح في المنافسة، يقول لك أنا عندي غيابات كتير جدا، يتحجج بأي حجة، لكن مش ده فريرة. فريرة شفناه استغل فترة التوقف الدولي السابقة أحسن استغلال، شفنا لعيبة جديدة، شفنا لعيبة شباب، شفنا لعيبة أول مرة بتلعب قمة، بعدها مش بس ما كانتش صدفة، لا مكملين على كده، يوسف أسامة نبيه، سيف فاروق جعفر، سيد نمار كمان اللي غاب عن المباراة دي، محمد طارق كمان شارك بالأمس،
فانت عندك مجموعه لعيبه تقدر تبني عليها في الفتره دي يا نيرفانا. بص، هو الجميل زي ما قلت انه احنا بقالنا فتره كده يا جماعه احنا عندنا امكانيه ان انت برغم تاخرك في اوقات كثيره جدا انت بترجع وتسجل. يعني مثلا احنا قدام اسوان رغم ان احنا كنا زعلانين شويه من الاداء، كنا زعلانين كتير من الاداء، اتاخرنا ورجعنا. قدام الداخليه نفس الكلام، وفي الدوري قدام الاهلي الماتش اللي فات، وامبارح قدام البنك الاهلي. فقبل كده مثلا قدام المصري وقبله بيراميدز لو نفتكر في رمضان ما بقاش عندك مع يعني مع فريرة مشكله انك ترجع بهدف واتنين، ودي حاجه هتبقى مهمه جدا جدا الفتره اللي جايه. واتمنى ان احنا الفتره اللي جايه كمان نكون فعل اكتر من رد فعل. امبارح استقبلنا هدف بعد كده رجعنا، برده نفس الكلام في ماتش الاهلي. انا عايزه نبقى احنا اللي بناخد الفعل. عجبني كمان الصراحه كنا بنتكلم ان احنا هنتكلم عن سيف الدين الجزيري كتير، قول يا جماعه سيف الدين الجزيري الثاني فكرني كده بهدف زيزو. يعني طبعا محمد زيدان في ماتش مصر والكاميرون في 2008 ماتش الافتتاح اللي كسبنا فيه 4-2 كان صوره طبق الاصل من هدف الزمالك الثاني، برده كانت فرصه الكاميرون على حدود جزاء منتخبنا وبثلاث لمسات من الحضري اعتقد يعني لمتعب لزيدان سجل منها الهدف الثاني، واحتفل بقى وقتها طبعا بطريقه ملفته جدا جدا لما قرر ان هو يخلع الحذاء بتاعه. طبعا فانا بتكلم عن هدف سيف الدين الجزيري الثاني، كان نموذج في الهجمه المرتده المثاليه من هجمه للمنافس قدام مرمى محمد عواد توصل لشيكابالا على حدود منطقه جزائنا يلعبها ليوسف اسامه نبيه اللي برجله يعني هايل عمل بيها مشوار زي ما اتكلمنا لغايه مرمى الخصم. وعلى فكره بتاع المحله كان بيجري وراه، يعني هو كان هو ماشي وهو كمان عمل عرضيه ولا احلى لسيف الدين الجزيري اللي سجلها في الشباك عشان يكسب الزمالك واحده من اغلى نقاطه الموسم ده. خليني اشيد بسيف الدين الجزيري في حاجه يا جماعه، سيف الدين بيعرف يخطف الكوره، بيعرف يخطفها، يعني اللي هو بأي طريقة كان هو بيعملها هو عظيم في المركز ده. يعني أنا بالنسبة لي يعني مؤثر أكتر من ناس كتيرة جدا في المركز ده وفي التوقيت ده، فالحمد لله إن هو رجع كويس، إن هو رجع هو إضافة كبيرة جدا. الماتشات اللي جاية محتاجة خامة ومحتاجة ماتيريال زي سيف الدين الجزيري. هو كمان مفيد جدا في الخطة بتاعت فريرة، صحيح لان كنا بنتكلم عليه قبل ما ندخل الهوا، ان سيف بيعرف يخطف زي ما انت قلت كده يا نيرفانا. ليه؟ هو تحركاته من الخلف للامام بيعرف يزيد وبيعمل فولو بشكل كبير جدا. عجبني كمان الجمهور طول ال 90 دقيقه الجمهور بيهتف دعم معنوي كبير جدا للاعبين، حتى وانت متاخر بهدف، حتى وانت داخل فيك هدف مطلوب ان انت في الـ في الـ في الظروف دي تكمل على ده. ان شاء الله اللي جاي تكمل على ده، تلعب بروح المكسب والنتيجه دي بتاعت ربنا، والفوز بالبطوله حتى من عدم وضر برضو ده بتاع ربنا، بس تبقى عملت المجهود ولعبت بروح الجمهور يشوف الروح والمجهود ده يشكرك عليه. فشكرا للاعيبه الزمالك امبارح، شكرا للجهاز الفني، وقبلهم شكرا لجمهور نادي الزمالك اللي بيروح ورا الفريق في كل المباريات، وقبلهم شكرا لمجلس إدارة النادي اللي موفر الأجواء اللي مخليانا نشوف الروح دي. صحيح، خلاص صفحة ونقفلها يا أحمد. يعني نبتدي بقى نستعد لماتش سيراميكا كليوباترا يوم الثلاث، هيكون لينا متابعة في الفقرة الحوارية سهم وقوس مع الكابتن محمد إبراهيم نجم الزمالك السابق عن تفاصيل ماتش امبارح، عايزين ايه في الجولات القادمة، لان الدوري طبعا مولع زي ما احنا شايفين، المنافسة السنة دي ثلاثية وصعبة جدا جدا، اللي هيقع في السباق ده في اي خطوة صعب ان هو يلحق يرجع ويعوض. زمالك بكبرياء البطل، شخصية طبعا كبيرة جدا الحقيقة داخل السباق ده في ظروف صعبة فنية، ظروف صعبة جدا جدا، لكن كله تصميم على ان هو يكمل لحد النهاية بإذن الله. عايز اقول كده قبل ما ننهي المقدمة بتاعتنا، ان زي النهاردة دايما كده بنحب نفكركم بذكريات نادي الزمالك، زي النهاردة يوم 23 يونيو عام 1991 كان ساعتها تاني ايام عيد الاضحى المبارك، نادي الزمالك حقق فوز غالي جدا في ماتش القمه امام الاهلي بهدفين دون رد، سجلهم كابتن ايمن يونس في الدقيقه 72 وقتها، كابتن مصطفى ابراهيم في الدقيقه 89 في موسم كانت المنافسه فيه قويه جدا بين القطبين
ومعاهم نادي الاسماعيلي طبعا قلعه الدراويش. دايما كده يا نرفانا بنحب نفكر جمهورنا في نهارك ابيض بذكرياتنا الجميله. دي حقيقه. يعني عايزه اقول لك كمان ان دي كانت اعلى نتيجه ما بين الفريقين من ساعه لقاء 28 نوفمبر 1980 اللي فاز فيه الزمالك برضو بهدفين احمد عبد الحليم والراحل العظيم طبعا كابتن عبد الرحيم محمد. ذكريات حلوه جدا. بمناسبه النهارده 23 يا جماعه لازم نقول انه شيكابالا قائد الفريق جاب نوح محمود شيكابالا طبعا، يعني طبعا ربنا يعني ربنا يجعله بشرى، لانه كفايه امبارح اصلا احنا كسبنا وكمان نوح جه، فطبعا الف الف مبروك يا شيكابالا ويتربى في عزك ان شاء الله ويطلع يكون ادم كمان ويكون شيكابالا ويفضل مكمل مسيرتك. الف الف مبروك يا شيكابالا. الف مبروك طبعا لكابتن شيكابالا ومبروك مجالك ويتربى في عزك. وشفنا امبارح حتى كابتن شيكابالا كتب انه نوح جه في الشوط الثاني والمكسب جه في الشوط الثاني. يا رب يبقى وشه حلو دايما عليك ان شاء الله ويبارك لك فيهم هو وادم والاسره الكريمه. مليون مبروك لكابتن شيكابالا. دلوقتي بقى خلونا نستعرض معاكم كل الجديد على الساحه الرياضيه وفقره اقرا الخبر. فقرا الخبر البدايه كالعاده مع نهارك زملكاوي. اكد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس اداره نادي الزمالك ان النادي سيجري تحقيق مع لاعبي الفريق طارق حامد ومحمد ابو جبل النهارده الخميس بسبب فتره غيابهم عن التدريبات خلال الفتره الماضيه. اضاف المستشار مرتضى منصور ان التحقيق مع اللاعبين هيكون النهارده وما اتعملش امبارح بسبب انشغال الفريق بمواجهه فريق البنك الاهلي اللي فاز فيها الفريق بهدفين مقابل هدف. كمان نروح للبرتغالي جوسوالدو فيريرا المدير الفني للفريق، وقال ان مباراة البنك الاهلي كانت صعبة، خاصة ان هي كانت بعد مباراة الاهلي اللي بذل فيها الفريق مجهود كبير قوي، خسر بسببها عدد من اللعيبة في لقاء البنك الاهلي. طبعا ممكن يكون بيتكلم عن عبد الشافي لان هو اتصاب في ماتش الاهلي، كمان عبد الغني هو كان مصاب لكن ما قدرش ان هو يتحامل اكتر من كده. قال كمان ان احنا لعبنا مباراة جيدة خاصة في الشوط الثاني، كمان ان الزمالك كان الافضل في الشوط الاول وكان بس ناقص له الشراسه الهجوميه، لكن ركله الجزاء اللي احتسبت للبنك الاهلي كانت خارج التوقعات. ظهر علينا كمان الحماس بعد ركله الجزاء دي وكان من الممكن ان احنا نحرز اكتر من هدفين او ثلاثه كمان. كمان فيريرا قال ان خط الدفاع كان بيضم مجموعه من اللعيبه الشباب وقدموا مباراه جيده والتغييرات كمان رجحت كفتنا. كمان ان المباراه كانت صعبه فعلا، ووضح المدير الفني ان هي كانت في نية للجهاز الفني من البداية للاستعانة بالناشئين من 3 شهور، خاصة وإن القايمة محدودة وفي مشاكل في القيد طبعا زي ما احنا عارفين، وكان من المهم مع الوقت إن يتم الاعتماد على الناشئين وإنه يساعدوا الفريق عشان لما يكونوا محتاجين ولما كمان يكون في إصابات أو إيقافات، كما إن وجود الشباب بيخلق منافسة على المراكز مع اللعيبة أصحاب الخبرة. كمل كمان المدرب كلامه وقال إنه احنا خطبنا اللعيبة بعد مباراة الأهلي عشان يركزوا في المباراة اللي بعديها كمان عشان نحصد ال3 نقاط، وهو ما تحقق بالفعل. وعندنا كمان مشكلة بالتأخر بهدف ولكننا نستطيع إحراز التعادل والتقدم، ودي الطريقة طبعا مش بتناسب الزمالك لكن هي طريقة الدوري المصري، ولازم يكون في تنظيم أكتر لمباريات الدوري عشان نكون في حالة تنافسية مستمرة بدل من التوقفات الكثيرة في المسابقة. أعتقد أن فيريرا ذكر نقطة مهمة اللي هكم نتكلم عليها، أن احنا دايما رد فعل، يعني دايما لما بيجي فينا جول او بيحصل ضربه جزاء زي ما حصل امبارح احنا بنبتدي نفوق، بس زي ما هو قال برضو هو ده الدوري، محتاجين تنظيم اكتر، محتاجين ان احنا نكون عارفين راسنا من رجلينا اكتر عشان نبقى عارفين على الاقل فيريرا يكون عارف هيجهز اللعيبه ازاي. بس اهم من استقبالك هدف ان انت بتعرف ترجع، فدي حاجه صحيح. مهمه جدا مهم. جدا. نروح لخبر تاني. وكشف طبعا الجهاز الفني للفريق عن سر استبعاد سيد عبد الله نيمار لاعب الشاب بالفريق وخروجه خارج قائمة الفريق اللي خاضت مباراة البنك الأهلي. الجهاز الفني أكد أن سيد تعرض لإصابة بشد عضلي وفضل الجهاز الفني بقيادة فيريرا استبعاده من قائمة المباراة لعدم تفاقم
الإصابة. نروح لفرحة اللعيبة والجماهير، وإن حرص لعيبة الفريق على الاحتفال مع جماهير الزمالك اللي تواجدت باستاد المقاولين العرب بعد الفوز على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف بالدوري. اصطحب محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأبيض اللعيبة والجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسوالدو فيريرا، وتوجه للجماهير فور انتهاء المباراة عشان يحتفل بالفوز في مشهد الحقيقة جميل جدا جدا وحماسي جدا جدا. أعتقد كلنا شفت أنت الفيديو بتاع مستر فيريرا وشيكابالا بيناديه عشان خاطر يرجع لما الجماهير كانت بتنادي على فيريرا. لقطة جميلة جدا جدا الحقيقة، وفيها معاني وفيها رسائل كتيرة قوي حقيقة. وهتاف الشهير بقى بتاع فريرا من 2014 لما كان موجود مع نادي الزمالك، قالوا له 1 2 فريرا ثانك يو، فعشان كده شيكابالا قام شادد كده فريرا وقال له ان الجمهور الناس كانت بتنادي على فريرا وتقول له تعالى يا فريرا. نروح بقى لخبر مبهج ومفرح جدا لكابتن وقائد نادي الزمالك. اعلن كابتن محمود عبد الرازق شيكابالا قائد وصانع العاب الفريق قدوم مولوده الثاني اللي اطلق عليه اسم نوح، وده بعد او خلال ساعات الا مباراه، وكانت في الشوط الثاني تحديدا من مباراه البنك الاهلي. كتب شيكابالا عبر حسابه على تويتر: ساحرنا الثاني وصل خلال الشوط الثاني. عايزين نقول له وزي ما باركنا له نبارك له مره ثانيه، مليون مبروك لشيكابالا مولوده الجديد ده نوح، ويتربى في عزك يا شيكا. منح البرتغالي جوسوالدو فيريرا المدير الفني للفريق اللعيبة راحة النهاردة يوم الخميس من التدريبات الجماعية، وده بعد الفوز على البنك الأهلي. وكمان من المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته بكرة الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وده للاستعداد لمباراة سيراميكا كليوباترا المقرر ليها يوم 28 يونيو الجاري، وفي الجولة الـ 23 لمسابقة الدوري. نروح بقى لكابتن مصطفى ابراهيم، واحد من نجوم نادي الزمالك، معانا في مداخله هاتفيه. بنرحب بيك كابتن مصطفى، واحد من نجوم القمه بقى اللي لسه شايفينها من شويه، وكانت القمه بنتكلم عنها بقى لها مثلا اكتر من 20 عام. يا كابتن مصطفى مشرفنا ومنورنا. اهلا بحضرتك يا كابتن مصطفى، نهارك ابيض. كابتن مصطفى ظاهر في مشكله في الاتصال، هنرجع مرة ثانية. إن شاء الله يرجع لنا مرة ثانية يا كابتن مصطفى. طيب عقبال ما نرجع الاتصال تاني بكابتن مصطفى، خلونا نروح لجولة عالمية وفقرة نهارك عالم. قبل ما نبتدي أخبارنا العالمية كابتن مصطفى إبراهيم، رجع لنا مرة تانية عشان نتكلم طبعا عن الذكرى الجميلة، وهو صاحب الجون التاني طبعا في قمة 1991 23 يونيو. نهارك أبيض يا كابتن مصطفى. نهارك ابيض يا نرزانة، ونهارك ابيض يا احمد. سعيد جدا بوجودي معاكم، انتوا نموذج مشرف ومحترم ومثقف وحابب لنادي الزمالك، وبرنامجكم برنامج مميز جدا. طبعا انا بشكركم على استضافتي للذكرى المباراه الغاليه علينا كلنا واللي احرزنا فيها بطوله الدوري، وكان لي الشرف ان انا اكون صاحب الهدف الثاني. وطبعا انا بعد ربنا سبحانه وتعالى بشكر ربنا سبحانه وتعالى وبشكر نادي الزمالك، لان فضله كبير عليا وعلى كل من ينتمي لنادي الزمالك. خير نادي الزمالك علينا كلنا، واي حد ينتمي لنادي الزمالك بيفتخر ويتشرف ان هو بينتمي لهذا النادي العريق. وطبعا انا سعيد جدا لان دي بتعيدنا او بترجعنا لورا اكثر من 30 سنه. صحيح. طبعا انا يعني سعيد جدا، واتمنى ان شاء الله باذن الله ان الفتره القادمه باذن الله ان نادي الزمالك يسير على نفس الدرب، يفوز في المباريات القادمه. ربنا يوفقهم اللعيبه بتاعتنا، لعيبه رجاله، مجلس الاداره. انا عندي الجول بيتعرض دلوقتي يا كابتن، انا اسف ان انا اقاطع كلامك. الجول بيتعرض دلوقتي طبعا، الهدف الاول كابتن ايمن يونس كان واحد من نجوم الفرقه في الوقت ده. الهدف الثاني بقى، انت كنت صغير يا كابتن، كنت لسه متصعد من فريق الناشئين متصعد للفريق الاول، جالك تفكير ازاي تحطها كده يا كابتن؟ على فكره انا قبل الهدف ده بخمس، كان عندك كام سنه بالظبط برضو تفرق معانا دي نعرف. يعني 18 سنه تقريبا. 18 صغير قوي. فطبعا انا في الوقت ده يعني هي طبعا الكوره جايه لي، انا كانت صعبه جدا، هي تبان للناس انها سهله انما الكوره صعبه، لان كان الكابتن علاء عبد الصادق والكابتن محمود صالح كانوا واقفين قدامي،
وانا بحط الكوره، ومفيش مكان في المرمى غير الحته اللي انا حطيت فيها الكوره دي. كوره عاليه كمان مش على الارض. كوره كان اخدتها زي هاف فولي كده. يعني هو توفيق ربنا سبحانه وتعالى في الاول وفي الاخر. وهي ما كانش ممكن تيجي في المرمى الا اذا يعني ما كانتش، يعني انا كنت مركز جدا ان انا احطها في المكان الفاضي اللي هو الزاويه العكسيه للكابتن شوبير، وكان ربنا موفقني جدا ان انا ربنا وفقني ان انا قدرت اعمل اللي انا عايزه، والكوره طوعتني وقدرت يعني اثبت الفوز او افرح جماهيرنا الزمالك، لان جماهيرنا الزمالك دي احمد نزانة جمهور عظيم جدا. دي حقيقة. جمهور شايل هموم ومساند وداعم ورا النادي، وهو السبب الاول في كل الانتصارات وكل البطولات اللي بتيجي نادي الزمالك، هو جمهور نادي الزمالك، هو صاحب الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى فيها. فانا بتمنى التوفيق لنادي الزمالك، وانا عندي ثقه كبيره جدا في ربنا سبحانه وتعالى وفي مجلس الاداره وفي الاداره الفنيه، المدير الفني الثعلب فريرة ومجلس الاداره والجمهور العظيم الداعم للفريق، ان ان شاء الله باذن الله القادم افضل لنادي الزمالك، واحنا شايفين الاداء بيتطور ان شاء الله بيمشي في الاحسن. يعني دلوقتي احنا الحمد لله المباراه اللي بتاعت امبارح بالليل الحمد لله كنا كويسين جدا فيها. صحيح. ضعنا فرص عديده جدا والماتش صعب علينا، انما بعزيمه واصرار الرجاله والقائد فعلا اللي يستحق التقدير مننا كلنا شيكابالا. ان شيكابالا مش لعيب بيعمل فارق مهاري او فني داخل الملعب، لا هو له دور كبير جدا في بس الروح والاصرار والعزيمه ولمه الفريق، دي مهمه جدا، لان انا راجل كنت فني وعارف الكلام ده تاثيره عامل ازاي، ان هو يلم الفريق يصح الاصرار والعزيمه في نفوس اللعيبه، وخصوصا اللعيبه الصغيره. فيها عمل حاجه جميله جدا امبارح، ان هو خد يوسف اسامه نبيه وراح للجمهور. صحيح. بيشاور على يوسف اوباما، ويعني شيكابالا ليه نفس اللقطه مع كمان كابتن اسامه نبيه، وهو برضو بيحتفل معاه بجول من حضرتك يا كابتن. بالظبط، من زمان. حضرتك كابتن مصطفى طبعا خير قدوه للناشئين اللي معانا، اللي هم دلوقتي بقوا بيلعبوا مع الفريق الاول، وبقوا دلوقتي كمان ليهم دور فعال جدا في مشوار الزمالك في الدوري. حضرتك كنت بتعمل ايه يعني اول ما تصعدت للفريق؟ طبعا حضرتك الجول ده كان بعد صعودك كمان على طول، كنت بتشتغل على نفسك ازاي؟ اللعيبه الكبار كانت بتشجعك ازاي؟ اكيد دي حاجه هنستفيد منها كلنا بالذات الفتره دي. بص يا نزلانة، اول حاجه ان انت بتبذل اقصى جهد عندك، التزام كبير جدا، بتموت نفسك زي ما بيقول كده، بتاكل النجيله علشان دي فرصه عمرك، ان انت بتصعد في نادي كبير جدا في افريقيا وفي الشرق الاوسط، ان انت ازاي تبقى ليك مكان. وبعدين انا طلعت او احنا بنطلع في وسط نجوم كبار جدا، كان ليا الشرف ان انا اكون موجود معاهم. طبعا اول حاجه منك انت كلعيب ان انت تبذلي اقصى ما عندك، والتركيز والالتزام واصرار وعزيمه وروح غير عاديه علشان تثبتي جدارتك وتحفري لنفسك اسم او توجدي لنفسك مكان في الفريق. الحاجه الثانيه ان انا كنت بلاقي كل الدعم والمسانده من اللعيبه الكبيره، كابتن اسماعيل يوسف، كابتن جمال عبد الحميد، كابتن طارق يحيى، الكابتن اشرف قاسم، كابتن احمد رمزي، انا مش عايز انسى كابتن محمد حلمي، الكباتن الكبار اللي انا لعبت، كابتن ابراهيم يوسف عليه رحمه الله. يعني انا الناس دي بصراحه بعد ربنا سبحانه وتعالى واجتهادي، لولا دعم ووقوف النجوم الكبار اللي انا طبعا مش عايز انسى حد فيهم، يعني هم دول كانوا من الاسباب الرئيسيه اللي تخلي اي ناشئ او اي لاعب صاعد ان هو لازم يحافظ على علاقته باللعيبه الكبيره. صحيح. احترام، تقدير، يبذل اقصى جهد عنده، يحترم جماهيره، يعني يحترم جماهيره، مش انه يعني الاحترام اللي هو بيأدي جمهور مش عايز منك غير ان انت يحس ان انت بتطلعي كل طاقتك في الملعب. صحيح. لو الجمهور حس بيه عمره ما هيلومك ايا كانت النتيجه. صحيح. طبعا فدي اللي بتخلي اللعيب يبقى له قيمه داخل النادي اللي هو بيلعب فيه، وخصوصا لما يبقى نادي كبير وعظيم زي نادي الزمالك. طبعا انا يعني اللعيبه الصغيرين دول يمكن الظروف خدمتهم ان هم يكونوا موجودين في ظروف صعبه، انما هم عندهم مميزات كبيره جدا، لانهم معاهم مدرب كبير يقدر يختار التوقيتات الصحيحه
بتدافع بيهم. الحاجة التانية بيقدر يحضرهم كويس قوي للمباريات. الحاجة التالتة ان هو تحس ان اللعيبة دي مش لعيبة صغيرة، في ثقة، تحس ان في ثقة في الاداء، اللعيب مش نازل خايف، ودي مهمة جدا. صح. ان انت ازاي تنزل اللاعب الناشئ ما يبقاش عنده رهبة، يبقى عنده ثقة ان هو المدير الفني واثق فيه، بيقول له اعمل اللي انت عايزه في الاطار الخطط اللي احنا بنعمله، ويلعب بمنتهى الرياحية في الملعب. فبتبص تلاقي اداء اللعيبه ما فيش فيه توتر. بنشوف نجوم مستقبل اللي جاي، سيف جعفر لعيب كبير، لعيب انا بعتبر سيف جعفر ان شاء الله بتوفيق ربنا واجتهاده هيبقى فرجاني ساسي، هيبقى ساسي للزمالك الجديد، لعيب كويس عنده رؤيه كويسه، مهارته عاليه جدا. خلي بالك كابتن كل اللعيبه يا كابتن، يعني سيف فاروق جعفر وكمان سيد نيمار، عشان برضو الناس برضو تبقى عارفه سيد نيمار اللعيبه الكويسه جدا، وحسام نبيه، كل اللعيبه اللي وحسام عبد المجيد ومحمد طارق شاركوا امبارح برضو. نعم محمد طارق امبارح شارك، وحسام عبد المجيد شارك في الدفاع. انا بتكلم يعني انا محمد طارق وحسام عبد المجيد كانوا لعيبه مميزه وبذلوا جهد كبير جدا. وخلي بالك اللعيبه المدافعين بيبقى عندهم مشكله غير لعيب وسط الملعب واللعيب الفيرود، ان لعيب المدافع بيبقى الخطا عنده وراه المرمى على طول، بيبقى المشكله عنده كبيره، فهم عليهم عبء كبير جدا، وخصوصا ان هم بيلعبوا في ظروف صعبه. هو ظروف صعبه بس هم بصراحه بيثبتوا لنا ان هم قدها. كابتن مصطفى احنا طبعا مبسوطين جدا ان دي مداخله كده مزدوجه الاستفاده، استفدنا من حضرتك، اتكلمت عن مباراه التاريخيه، مباراه القمه عام 91، واتكلمت طبعا عن مباراه امبارح كابتن مصطفى ابراهيم واحد من نجوم نادي الزمالك. نشكرك شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك كابتن مصطفى ابراهيم، شكرا لحضرتك. ولسه مرتبطين بخبر من ميلانو، المره دي من انتر ميلان اللي استأنف مفاوضاته مع باولو ديبالا نجم يوفنتوس، وده عشان التعاقد معاه خلال فتره الانتقالات الصيفيه الا حاليا. يرغب مسؤول انتر ميلان في تدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزه، اقترب قوي من ضم باولو ديبالا في صفقه انتقال حر، ذكرت ثلاث مصادر مختلفه وعلى راسها كمان شبكه سكاي سبورت ايطاليا استكمال المفاوضات ما بين انتر وديبالا. واضافت كمان ان بيبي ماروتا المدير التنفيذي لانتر تقابل مع الوسيط في الصفقه ما بين النادي وخارخي انتون وكيل ديبالا، ونوهت ان العموله اللي طلبها وكيل ديبالا من الامور اللي عطلت حسم الصفقة في الأيام اللي فاتت. كمان التقارير بتشير إلى أن انتر ميلان قدم عرض لديبالا بقيمة 6 مليون يورو كراتب سنوي، واللاعب عايز 8 مليون بجانب كمان المكافآت. أفتكر يعني أنه لو الأمور وقفت عند حد 8 مليون يورو هيوافق الطرفين على إنهاء الصفقة ما بين ديبالا وانتر ميلان. دي كانت أخبارنا العالمية، ودلوقتي نروح نشوف لقطة اليوم اللي بعنوان الحقيقة أن محمد صلاح بيودع ساديو ماني. كتب محمد صلاح على تويتر قال أنه لقد كانت مسيرة رائعة، شكرا لك على كل الأوقات الجيدة، أتمنى لك التوفيق في مغامرتك الجديدة، سنفتقدك كثيرا. حقيقة لقطة جميلة جدا من صلاح، ويعني الثنائي ايا كان ايه المشاكل اللي كانت بتحصل الفتره اللي فاتت، بس يعني برضو بيبقى في روح كده ما بينهم. فبنتمنى طبعا كل التوفيق لساديو ماني مع البايرن ميونخ، واعتقد ان هو هيتالق بشكل كبير جدا جدا. دلوقتي هنروح لفاصل قصير ونرجع منه نستكمل معاكم فقرات نهارنا ونهاركم الابيض. اهلا بكم من جديد وفقره نبض 100 عضو. خلينا نروح لبث مباشر في البدايه كده من داخل نادي الزمالك، ونستقبل زميلنا العزيز محمد ساهر عشان نعرف منه اخر الجديد في مدرسه الفن والهندسه. ساهر نهارك ابيض، وماذا لديك اليوم بعد ترحيب نيرفانا؟ نهارك ابيض يا ساهر. النهارده ابيض احمد ونيرفانا ودايما متالقين على شاشه قناه نادي الزمالك. النهارده تدريب الفريق الاول هيكون راحه، مستر فيريرا بعد الفوز بالامس على البنك الاهلي اعطى راحه كده للعيبه النهارده، وبكره
هيبداوا تدريباتهم استعدادا طبعا لمباراه سيراميكا. بالامس طبعا المباراه كانت ريمونتادا قويه جدا لنادي الزمالك بعد طبعا تاخره بهدف والفوز 2-1، وطبعا الدفع بالناشئين كالعاده وجرأة فيريرا بالامس يعني، وتالقوا زي مباراه طبعا النادي الاهلي. هنتكلم اكتر في تفاصيل هذه المباراه والمباريات القادمه مع اللي مشرفني دلوقتي الكابتن محمد جمال عضو اللجنه الفنيه والمدير الفني للفرقه التجهيزيه. محمد برحب بيك ونهارك ابيض. صباح الفل على كل الزملكاويه. الحمد لله كل مره باجي هنا بيبقى وش حلو، والحمد لله فوز يعني مطمن جدا. امبارح كل الناس شكتت بعد ماتش الاهلي، قالوا في غيابات اكتر والبنك الاهلي فرقه مش سهله. الحمد لله فضل الله مستر فييرا واعضاء الجهاز الفني بالكامل واللعيبه الرجاله، ارجع اقول لهم يعني مبسوطين وفخورين بيكم جدا، وبالاخص الناشئين نادي الزمالك اللي احنا الحمد لله الحمد لله قطاع الناشئين عندنا بقاله اكتر من 4-5 سنين كل سنه بيطلع لعيبه مميزه، اخرهم يوسف اسامه نبيه وسيد نيمار وسيف فاروق جعفر ومحمد طارق وحسام عبد المجيد، طبعا كلهم نجوم كويسه. انا شايف الثلاثي اللي انا قلت لهم الاول يوسف اسامه نبيه وسيف فاروق جعفر وسيد نيمار بيفكروني بالثلاث نجوم اللي طلعناهم قبل كده، حازم امام واسامه نبيه ومحمد صبري، الثلاثه طلعوا مع بعض، وانا شايف الثلاثه دول ان شاء الله هيبقوا خلفائهم في الملعب، وان شاء الله هيمتعوا جمهور نادي الزمالك ويشيلوا نادي الزمالك السنين اللي جايه كلها باذن الله. دايما يا جمال بلاحظ يعني دايما واحنا موجودين في نادي الزمالك، وانت طبعا لعيب كبير في نادي الزمالك زمان، دايما قطاع الناشئين دايما في مواهب كتير جدا، ودايما هم لما بيطلعوا الفريق الاول بيبقى في طفره وبيبقوا واخدين على جو ان هم لازم يفوزوا وما بيبقوش مخضوضين من المباريات الكبيره. ده اللي حصل بالفعل مع فيريرا، ان هم اداهم الثقه وكانوا على قدر المسؤوليه، ده فرق معاهم ان هم متربين في نادي الزمالك، دي بتفرق معاهم في شخصيه اللاعب لما يطلع. صدقني يا ساهر زي ما بقول للناس، هي كانت محتاجه واحد جريء زي مستر فييرا يقدر يثق ويدي للعيبه دي في وقت معين. اللعيبه دي بقى لها 3-4 سنين موجوده، لو كانوا خدوه كانوا هيأدوا بنفس الشكل. في لعيبه اتظلمت الفتره اللي فاتت دي، بتقعد سنه وسنتين ما بتلعبش وفي الاخر بتمشي للاسف. احنا الجيل زي ما قلت لك اخر جيل كنا طلعنا 3-4 لعيبه كويسين، عمر جابر ومصطفى فتحي ومحمد ابراهيم، من ساعتها كان كل فين وفين ما بيطلع لك لعيب كويس. لا الحمد لله قطاع الناشئين الفتره اللي فاتت دي اخر 5-6 سنين عاملين شغل كويس جدا، الحمد لله واخدين احسن ناشئين في مصر في القطاعات كلها، براعم وناشئين، امتداد كبير جدا. انا عندي اما بطلع لاعب او اتنين احسن ما اخد بطوله وهميه ملهاش اي يعني اي لازمه قيمه الفتره اللي فاتت دي. ان شاء الله باذن الله البطولات جايه باللعيبه الرجاله. عاوز اهني شيكا كابتن الفريق واخويا الصغير وحبيبي وعشره عمري. شيكا انت اسطوره كبيره، كلنا فخورين بيها، شلت كتير واستحملت كتير، عاوزينك ان شاء الله تقفل ودنك. وبنبارك له برضه على ابنه نوح، ربنا رزقه امبارح بمولود تاني اسمه نوح. انت اسطوره كبيره زي ما قلت لك، من الاساطير الكبيره اللي احنا بنتكلم عليها في نادي الزمالك. ان شاء الله باذن الله تقدروا تحافظوا على البطوله الغاليه اللي بالنسبه لنا. الموضوع مش صعب، انا عارف اللي هو في صعوبة شوية، الموضوع مش مستحيل. السكواد عندنا للأسف يعني ما فيش صفقات جديدة عملناها السنة دي، بنعتمد في غيابات كبيرة، في لعيبة دولية مجهدة، فإن شاء الله بإذن الله رجالة نادي الزمالك بإذن الله والجهاز الفني بإذن الله يقدر يحافظونا على البطولة ونقدر ننافس كمان على البطولتين، كأس مصر احنا وصلنا لنهائي البطولة السنة اللي فاتت والسنة دي كمان بإذن الله. محمد، ازاي نطور بقى الناشئين وقطاع الناشئين والفرق، انت ماسك الفرق التجهيزية، ازاي نشوف تطوير للقطاع ونشوف او ندفع الفترة اللي جاية ونشوف مواهب كتير زي اللي شرفونا المباراة السابقة؟ لا هو نظام محطوط بقاله فتره بصراحه. بداوا كابتن غانم سلطان كان رئيس قطاع، وبعد كده جه كابتن عصام مرعي، وبعديه كابتن طارق يحيى، وبعدين دلوقتي كابتن محمد حلمي. بصراحه كلهم ماشيين على نمط واحد، الاهتمام بالناشئين. دلوقتي ما شاء الله مجلس الاداره برضو يعني موفر لنا كل حاجه، موفر لنا امكانيات كويسه، ملاعب، لبس، مكافئات، فهو ده اللي بيساعدنا اللي احنا بنقدر نطور في الناشئين. فضل الله عندنا مجموعه هايله. انا ذكرت 5-6 يعني لعيبه، هم دول اللي باينين دلوقتي في الدرجه الاولى. لا عندنا فريق امل كويس جدا،
تحت الدرجه الاولى على طول. عندنا فريق امل كمان عندنا في الناشئين، مش فرق الناشئين بس، انا الحمد لله مدير فني فرق القطاع التجهيزي في النادي ده، برضو ده اللي بيغذي القطاع الناشئين. احنا اللعيبه المميزه اللي عندنا بتيجي الاختبارات وللاسف ممكن ما ناخدهاش، بدل ما بتمشي بندربها فتره في للقيد اللي بعديه. اللعيبه المميزه من اعضاء الجمعيه العموميه برضو دي خدمه كويسه مجلس الاداره عملها بصراحه، اللي هم الناس المميزين قوي غير الاكاديميات، اللي هم اللي فوق ال 60-70% بيتمرنوا معانا لمده 6 شهور، مستواهم بيتحسن اكيد، بيبقوا نواه كويسه للقطاع الناشئين. فهي دي الموضوع بيبدا من كده، مش لازم اشتري لعيب على طول، لا احنا بنربي. وزي ما قلت لك يا ساهر، اما بطلع 3-4 لعيبه كل سنه عندي يبقى انجاز كبير جدا يعني. محمد بشكرك، وكنت مبسوط لما موجود معاك، ونهارك ابيض بخاطرنا. وانا كمان كنت مبسوط بيك، انت كنت لعيب كبير يا ساهر معانا، ولعبت درجه اولى وخدت معانا بطولات، وان شاء الله باذن الله يبقى وشنا حلو كده، وباذن الله نستمر بقى، وماتش سيراميكا الجاي باذن الله يبقى امتداد للاداء الكويس بتاع نادي الاهلي، وماتش بتاع امبارح البنك الاهلي، وباذن الله باذن الله نكسب ونحافظ على البطوله. شكرا كابتن. شكرا. كلام مهم جدا من كابتن محمد جمال، بشكره اللي كان مشرفني دلوقتي عضو اللجنه الفنيه والمدير الفني للفرق التجهيزيه. بقول لشيكابالا الف مبروك نوح، ان شاء الله نشوفه ساحر كده، مولود جديد لشيكابالا، نشوفه ساحر زيك كده يا شيكابالا ان شاء الله في المستقبل. دي كانت كل كواليسنا نيرفانا. احمد اليكم الكلمه، تفضل. اشكرك جدا زميلنا العزيز محمد ساهر، بشكر طبعا كابتن محمد جمال عضو اللجنه الفنيه بقطاع الناشئين. دلوقتي يلا بينا نروح على مدرجكم الافتراضي الشارع الابيض. اهلا بيكم في الشارع الابيض، ودلوقتي خلونا نروح لموضوع حلقتنا اللي كان بيتكلم عن مواصله الزمالك لتصدر الدوري بفوزه المستحق على البنك الاهلي. ناخد الاجابات، والبدايه من عند مين يا احمد؟ البدايه من عند احمد اللي بيقول باذن الله الدوري زملكاوي، يوسف وسيف جعفر مستقبل كبير، انا من فلسطين، الله معكم يا رب من غزه، تحيه لكل اهالينا في فلسطين وغزه. ميدو بيقول صباح الخير عليك يا نيرفانا، صباح الخير عليك يا أحمد، الحمد لله عودة الروح للفريق وطلعنا بمكاسب عديدة جدا، أهمها استقرار الفريق الفترة الأخيرة، ثانيا تألق العديد من اللعيبة الناشئين، بجد لو خدوا فرصة فعلا بيتألقوا، يا رب دايما في انتصارات على طول، ويكون عندنا استقرار ودايما متألقين على شاشة الزمالك، بالتوفيق فيما هو قادم والعبرة بالخواتيم. شكرا جدا يا ميدو. نروح لكارما بتصبح علينا وبتقول اكيد مواصله الزمالك في صداره الدوري له مكاسب كثيره، منها انه هيعلي الروح التنافسيه ونشوه الانتصار عند اللاعبين، وهيدفعهم للفوز في باقي المباريات، وده هيسبب ضغط على المنافسين، وطبعا فوز مستحق للزمالك بفضل الروح العاليه، القياده الفنيه الممتازه من فريرا، كل اللي عليهم انهم يستمروا في المنافسه بالروح التنافسيه دي، وباذن الله الدوري زملكاوي ان شاء الله يا كارما. سهيلة صباح الخير يا أحمد، صباح الخير يا نيرفانا، نهاركم أبيض بخطين حمر، ودايما متألقين على قناة الزمالك، الحمد لله الفوز مستحق ومهم جدا، والحمد لله على عودة الروح للفريق، طلعنا بمكاسب عديدة منها عودة الروح وثقة للعيبة، ثانيا رجوع مستواهم للأفضل، ثالثا تألق من اللعيبة الناشئين، وإن شاء الله هنفضل في صدارة الدوري، وكل الدعم يا رجالتنا، إن شاء الله الدوري والكاس في 100 عقبة. طبعا بنشكر كل جمهورنا اللي بيشاركنا دايما اراءه على صفحتنا على الانترنت. دلوقتي خلونا نطلع فاصل قصير، وهيرجع لكم بعديه احمد في فقره سهم وقوس اللي منورنا فيها كابتن محمد ابراهيم نجم نادي الزمالك السابق. سهم وقوس مع احمد بعد الفاصل، استنونا. اهلا بكم من جديد في فقره سهم وقوس. تحت شعار بدايه جديده في رحله الحفاظ على اللقب، قدر نادي الزمالك يحول تاخره بالامس امام البنك الاهلي لفوز ربما يكون بمثابه 3 نقاط تساهم في نهايه المطاف بتحقيق لقب غالي والحفاظ عليه من الموسم اللي فات. كلام كتير جدا عن المباراه دي، مباراه كانت مهمه جدا، كانت صعبه جدا، فيها فنيات كتيره جدا جدا وروح عاليه من لعيبه نادي الزمالك، هنتكلم فيها بشكل اكبر مع ضيفنا اللي مشرفنا ومنورنا
في استوديو نهارك ابيض كابتن محمد ابراهيم نجم نادي الزمالك السابق. كابتن محمد مشرفنا النهارده. ايوه يا حميد ربنا يخليك ونهارك ابيض على كل الزملكاويه. في البدايه كده شفت المباراه ازاي امبارح؟ مباراه كانت صعبه جدا، الناس شايفاها بعد لقاء القمه ممكن يحصل تفاوت في الاداء ما بين اداء مباراه القمه ممكن المستوى يقل، لكن شفنا روح من لاعيبه نادي الزمالك في الشوط الثاني مع تغييرات فيريرا الموضوع اختلف تماما. بص يعني انا امبارح كنت مبسوط جدا بغض النظر عن المكسب، في روح يعني كانت غايبه عنا بقالها فتره وما كانش ليها سبب، ما كانش ليها مبرر. صحيح. في اداء يعني سيبك من ان انت كسبت، ان انت مستمتع بالاداء. يعني في جمله شيكابالا عبد الله جمعه بن شرقي الجون اللي ضاع ده، يعني في كذا جمله يعني حتى اللعب بقى تحس ان اللعيبه كده بقت يعني بتلعب للمتعه بتمتعك. وده يمكن بنحيي المدير الفني على الموضوع ده. ليه؟ حط ايده على المفاتيح، وصل مسج كده بسيطه لكل اللعيبه ان حضرتك مش فارق معايا، اللي يفرق معايا اللعيب اللي بيأدي، اللعيب اللي بيقاتل، اللعيب اللي بيحب النادي، اللعيب اللي روح الفانيلا بيلعب بيها هيبقى موجود بشكل اساسي. زائد ان الاداره مساعده، الاداره قالت لك انا مش هيفرق معايا اي لعيب، اللي مش حابب يقعد في النادي يتكل على الله، انا هجيب الصفقات اللي انا عايزها. خلي بالك اكتر حاجه، انا كنت لعيب وكنت لعيب صغير وكنت لعيب كبير. صحيح. يعني في فرق كنت بادئ فيها الزمالك كنت بادئ سني صغير وتصعدت وعايز العب وكده ولعبت فريق اول، وفي فرق فنشت فيها وانا اسمي كبير. اكتر حاجه تضايق اللعيب الكبير، خلي بالك مش ان انت تشتري صفقه كبيره، ان انت تطلع له لعيب صغير وان اللعيب الصغير ده يلعب ويتالق. ايوه دي تخلي اللعيب الكبير مش عارف يفكر. ليه؟ لان انا دلوقتي انت هتشتري احمد ب 10 مليون بس انا جاي لعرض 20 في حته ثانيه، فانا واحمد زي بعض فما عنديش مشكله خالص، انت فاهم؟ لكن القصه ان احمد بمليون ب 100,000 جنيه وانا ب 20 مليون، النادي اصلا اللي هيشتريني ممكن يفكر انه ياخد احمد لانه اوفر وارخص وولد صغير. انت فاهم؟ بس اللي انا اتمناه الفتره اللي جايه وده انا قلته امبارح في الراديو وانا كنت بحلل ماتش الزمالك، ان نحافظ ازاي، لازم نوضع خطه ازاي نحافظ على الولاد الصغيرين دول. بمعنى انا السنه الجايه كان عندنا ازمه كود السنه اللي فاتت، الحمد لله انتهت، هنجيب لعيبه وهنجيب صفقات كبيره السنه دي وان شاء الله هتبقى مفاجاه لكل الناس. طيب انا الولاد الصغيرين دول اللي مش هيبقى ليه دور بشكل اساسي بالنسبه لي اطلعه عاره حتى لو ببلاش، بس اشترط على النادي اللي هياخده نسبه مشاركته تتخطى 60%. تمام؟ لان الولاد دول لو لعبوا، اصل كل دول فرقتي، يعني يوسف اسامه وسيف ومحمد طارق وحسام عبد المجيد ولسه في بيسو كمان واحمد زكي، ده كله فرقتي في النادي. يعني انا كنت بمرن المجموعه دي كلها وسيد نمار. وخلي بالك المفاجاه ان ده كله ما بيلعبش في البوزيشن بتاعه. يعني صح. محمد طارق سيرد باك، الراجل بيلعب باك رايت. سيد نمار بيلعب باك رايت او هاف رايت او باك بيلعب هاف ليفت، هو اصلا هاف ليفت بيلعب دلوقتي. سيف جعفر اصلا هاف ليفت، يوسف هاف رايت، يوسف اسامه نبيه هاف رايت، يعني الوحيد بيلعب في مكانه حسام عبد المجيد. صحيح. انت فاهم؟ بيسو محمد حسام بيلعب ديفندر رقم 6، ديفندر كويس جدا، انت بتلعبه باك رايت. انت فاهم؟ ماتش الداخليه لعب باك رايت. واحمد زكي كمان انت احمد زكي باك ليفت كويس جدا، وراجل لعبه سيرد باك، وراجل لعبه سيرد باك في كاس الرابطه لان جسمه قوي وسريع. فانت بتتكلم، لا ما هي ده الكواليتي العالي اللي انت بتتكلم فيه، ان انت مهتم بقطاعات الناشئين وبقطاعات الشباب. فانت دلوقتي عندك تقريبا انت النادي الوحيد اللي في مصر اللي عنده مثلا 10 لعيبه شباب متسجلين في القائمه بتاعت الفريق الاول او موجودين. انت عندك كمان ماجد هاني ده متأيد افريقيا. صحيح. 2003، وعندك فرقه 2003 جامده جدا. فيومي وايشو، فيومي ده ايشو واخد احسن لعيب في دوري شمال افريقيا. صحيح. انت لا، وفي صلاح ده هاف ليفت مش طبيعي، في علي ده صلاح. علي ده فرود مش طبيعي. لا يعني في رفاعي سيرد باك، في محيي باك ليفت، في عندك كريم عبدون لعيب جامد جدا. عبد الله ده ونوفل باك رايت، عبد الله يعني ربنا يشفيه اللي جاله رباط صليبي، كان اهم لعيب، احسن لعيب رقم 10 في مصر. صحيح. احسن لعيب رقم 10 ربنا يقومه بالسلامه في مصر كلها. فانت بتتكلم ان انت عندك قاعده، بس ازاي اعمل بلان احافظ بيها على الولاد دي. يعني انا السنه الجايه انا وجهه نظري ان انت ما تطالبش ببطولات في الناشئين والشباب خالص، مش عايزينها. اصل انا هاخد كاس بطوله الجمهوريه المواليد 2007 ولا 10 ولا هتعمل لي ايه؟ هتضيف لي ايه كنادي الزمالك؟ لكن لما اطلع لي 20 30 لاعب اعراض واشترط في عقدهم وببلاش، واشترط في العقود بتاعتهم ان هم يلعبوا بنسبه 50% مباريات، صدقني بعد سنتين ثلاثه مش هتصرف ولا جنيه من خزنتك، لان كل ولادك هيرجعوا لك نجوم.
تعال نبص للشوط الثاني ونشوف التغييرات. يعني كابتن شيكابالا نزل مكان ونجم، عندك سيف الدين الجزيري نزل مكان اوباما، يوسف اسامه نبيه مكان زيزو، سيف جعفر مكان محمد طارق، اسلام جابر نزل مكان عبد الله جمعه. شايف التغييرات واستراتيجيه فريرا في الشوط الثاني انه بيقلب المباراه، وبالتحديد بنزول شيكابالا. بقى شيكابالا ورقه رابحه بنسبه كبيره جدا، طبعا سنين كتير كان شايل الفريق طبعا على كتفه شيكابالا، ولكن في الوقت ده تغييرات فريرا صنعت الفارق امبارح. بص فريرا بيعمل حاجه مش حد كتير بيشتغل بيها، يعني الشغل العلمي البحث. يعني ناس كتير كانت شايفه ان عبد الله جمعه من احسن اللعيبه امبارح في الماتش، ازاي طلعه؟ طب انا طلعته ليه كفريرا؟ انت فاهم؟ ده الشغل بقى المدرب الفاهم. طلعته عشان هو لعب ماتش قمه من اربع ايام، لعب 90 دقيقه، فالمجهود البدني قل، فهنزل واحد زي اسلام جابر ناحيه الشمال مكانه. ان انا اطلع محمد طارق واطلع نجم في نفس التوقيت، تمام، جابها كامله، وقمت منزل سيف جعفر عشان سيف حريف ولعيب ممكن بصير، ما احنا محتاجين نجيب جون، فمحتاج يمسك الكره في نص الملعب يعمل لك ثرو باس كويس، وقمت مودي امام عاشور باك رايت. انت فاهم؟ وقمت منزل شيكابالا امبارح. على فكره شيكابالا كان بيلعب فري، يعني كان بيلعب حر، كان بيلعب حر، يعني شيكابالا انت هو بيميل شويه ناحيه الشمال، بس هو يعني يعتبر 10، يعتبر مش 10 يعني، ده امبارح واخد تعليمات يا شيكا انت فري. انت شفت الكوره بتاعت الهدف الثاني؟ شوف شيكابالا هو اللي سندها، هو اللي سندها ليوسف اسامه، يوسف راح. شفت شيكابالا خد مشوار في الدقيقه كام؟ مشوار بسم الله ما شاء الله 90 ياردة، وهو واخد وساحب معاه اتنين مساكين. كل الناس عليها على شيكابالا، خلي بالك كل الناس عليها على شيكابالا. لا بص الجزيري في مساحه للجزيري، في لقطه الجزيري لا مهاجم بس هو، يعني انا نفسي نقعد مع الجزيري نتعامل معاه نفسيا شويه. يعني الجزيري من احسن الفراوده اللي في افريقيا دلوقتي، يعني اداؤه في منتخب تونس مختلف تماما عن اداؤه في الزمالك. واضح ان في مشكله نفسيه معاه في الزمالك، او في حاجه مضايقاه، فبأتمنى ان الناس تقعد معاه وتفهم. الجزيري اخر نفسه خطوه، بص على الجزيري من صح. الزاويه ده مهاجم، ده فرود، ده فرود كبير. الخطوه دي لو خدها لقدام الثلاثة بونت راحوا، نقطتين راحوا منك يخسروك دوري. اخر نفسه يوسف اسامه لما خد الكوره، انا وانا قاعد بقول له روح، لان دي كانت جملتي ليه وانا وهو بيلعب، لان انا عارف ان يوسف اسامه، خلي بالك يوسف كمان ده لو زق الكوره محدش هيسبقه خالص. يعني يوسف ممكن يبقى اسرع من محمد صلاح، وانا يعني ما بجاملش، ممكن يبقى اسرع في صوره محمد صلاح او اسرع. يوسف كمان لو لعب هاف رايت في المساحات محدش هيوقفه، محدش هيعرف يوقفه. زائد انه عنده ميزه بيلعب بيمين وشمال وزي كابتن اسامه نبيه بالظبط، بس هو احرف يا كابتن اسامه معلش. كابتن اسامه بيقول كده، هو احرف. لا كابتن اسامه كان لعيب كبير، كان لعيب كبير وكان لعيب قناص يعني، وبعدين كان لعيب جوكر ودي ما تلاقيهاش في حد كتير، ودي موهبه ربنا جينات يعني طبعا زارعها في ابنه. انت فاهم؟ زي كابتن فاروق كانوا بيقولوا عليه ملك النص. سيف امبارح لما نزل لعيب كبير، في كوره اللي هي دياورا خد فيها انذار، دياورا عايز يوقعه ما بيوقعش، عايز يسند الكوره وعينه مرفوعه. الفرق بين الناشئ اللي ما عندوش ثقه والناشئ، ولو ان انا مش شايفهم ناشئين، انا شايفهم 23 سنه يعني خلاص، ده يعني 22 و 21 22 سنه، فخلاص ده المفروض يعني في اوروبا زمانهم شايلين فرق على منتخبات. صحيح، بس بنتكلم ان ولد احنا هنا المصطلح بس يا كابتن ياسر، عندنا مصطلح بيتقال كده في مصر شوية. في مصر مش اكتر. ما هو ده عشان انا بتكلم ان انت 16 سنه طلع اللعيب يلعب، هتجيبه هو 19 سنه لاعب 3 4 مواسم في الدوري الممتاز. انت فاهم؟ حتى لو الممتاز به هيجي لك عنده اكسبيرينس كويسه، وعنده يعني هو انت هتقعد تنقي، يبقى عندك سكاوتنج كده، حد شغال في الجهاز الفني الفريق الاول، دوره انه يتابع لعيبه الفريق الاول اللي في الدوري، ويجيب لك سكاوتنج عن كل واحد. احمد ده لعب كام ماتش، عمل كام باص صح، عنده كام اصابه عضليه، عنده اتطرد كام مره، اتوقف كام مره، عشان شخصيه اللاعب بتفرق جدا. يعني ممكن تبقى انت نجم في سموحه، في المقاولين، في المحله، تيجي الزمالك ما تنفعش، شخصيتك ما تنفعش، ما تتماشاش مع نادي الزمالك، او ما تتماشاش مع نادي كبير، شخصيتك ما تستحملش الضغط، ما تستحملش ان انت تبقى مركز طول الموسم. لان احنا عندنا للاسف الصفقات، اللعيب اللي بيلعب ماتشين ورا بعض كويس كده ده نجم، فما بتفتكرلوش بعد كده، يعني مفيش حد بيقعد يتابعه. بتهيألي دي في نادي الزمالك مش موجوده. يعني احنا عندنا بنتابع اللعيب كويس، يعني امير مرتضى شاطر قوي في دي، وبيجيب لعيبه بجد، يعني ما يعني زيزو ده ما حدش كان يعرفه اصلا، ولا ما حدش اتوقع اصلا، والناس كلها هجمته، ونجم ما حدش اتوقع، بن شرقي ما كانش بيلعب في ناديه، ساسي ما كانش بيلعب في ناديه، ففي واضح ان في تركيز في النقطه دي، والعين حلوه، العين اللي حلوه. انا بتكلم على الدوري المصري بالذات، ان انت لما تيجي تجيب لعيب في الدوري المصري لازم حضرتك تتابعه سيزون على الاقل، ده لو انت عايزه يتالق عندك.
انت لازم تتابعه موسم كامل السكاوتنج بتاعه عامل ايه، حضرتك اديت قد ايه، لعبت كام دقيقه، لعبت جبت كام هدف، عملت كام جون، عملت الحاجات دي كلها، تنفع شخصيتك معانا ولا ما تنفعش. بس شفت ازاي طريقه 4-3-3 طريقه جديده، ولكن مع 4-5 مباريات الطريقه واضح كده ان اللعيبه شربتها. بص يعني هتصدقني انا دي طريقتي وانا بلعب اصلا، بس الطريقه دي مش بتاعت اي حد، يعني بتاعت مدير فني شخصيته قويه، لان الطريقه دي لو اتلعبت غلط او لو الكواليتي بتاع اللعيبه اللي عندك ما نفذهاش بالشكل الصح انت هتتغلب كل ماتشاتك، وهيبان ان انت فرقه وحشه جدا، لان الطريقه دي بتعتمد على ان الباكين هافين طايرين والهافين لازم يضموا لجوه فرودين تانيين، يعني انت يعتبر كانك بتلعب بثلاث فراوده واثنين في نص الملعب، انت بتدافع بخمس لعيبه تمام وبتهاجم بخمس لعيبه. احنا حضرناها يا كابتن، خمسه كنا بنلعب، يعني احنا كنا بناخد الخط رايح جاي، بس هي ايه في اريحيه للهوب اللي هو الباك، يعني يعتبر فالباك ده لو ما خدش لو ما هاجمش كتير فانت هتبان ان انت واقف بثمان لعيبه في نص ملعبك او سبع لعيبه وثلاث لعيبه في الهجوم، فمش هيبان منظرك وحش جدا. ولو الخطوط عامله كده بعيد عن بعض مش هتقدر، لازم دايما بص على ماتش الاهلي ال11 لاعب تحت الكوره وبيلعبوا في بلوك في 35 40 يارده، صحيح. انت فاهم ده شغل المدرب، صحيح، واللعيبه كلها خايفه، يعني اللعيبه كلها بتخلص الكوره يبقى في تعليمات صارمه ان هو يا احمد انت لو ما نزلتش تحت الكوره هتطلع. اتفرج على فيريرا هو بيوجه اللعيبه، ده بيوجه كل لاعبه باسمه، لا بيوجه باصبعه، المدرب اللي بيوجه باصبعه ده تعرف ان شخصيته قويه. يعني احمد انت فاهم اللي هو يعني انا بحذرك لو ما عملتش هتقعد. لا في لقطه بصراحه انا شفتها في ماتش القمه لما نده على امام عاشور، ولغه الشفاه كده باين ان هو بيقول يا عاشور انا بقول لك كمل قدام. بص وبعدها بدقيقه النقيض في بعدها بدقيقه الكره بتاعت في ماتش الاهلي امبارح، طب سيبنا كمل يا كابتن، في لعيب في اخر دقيقه الكره اللي جت في العارضه بتاعت امام عاشور، قول بقى اللي عنده. بقول لك عن النقيض في ماتش الاهلي امبارح، كريم فؤاد يعني ومش نجم مش السوبر ستار يعني، بيرد على كابتن سامي قمصان، انت فاهم؟ مالناش دعوه، لا مش قصدي يعني انا بفهمك شخصيه المدرب، صحيح. الكبير بتفرق، انت فاهم؟ هتلاقي اللعيبه كلها هتلاقيه دايما طبعه هادي، يعني ولا بيحتفل جامد لما بنجيب جون، هو حاطط ايده في جيبه، هو بروفيسور، ده لازم يتحافظ عليه اكبر فتره ممكنه جوه نادي الزمالك، لازم يعمل لك مشروع رياضي جوه النادي، ما يعملش ما يبقاش انا جاي عشان اخد دوري، لا انا حضرتك جاي تعمل لي مشروع، تبني لي فرقه تاخد دوري لمده 5-6-7 سنين قدام. كابتن انت اتكلمت عن سيف الدين الجزيري واداؤه بيبقى مختلف مع منتخب تونس، ولكن هو احرز امبارح هدفين وكانوا مهمين جدا بثلاث نقط، تفرق معاه ازاي بقى نفسيا ومعنويا وفنيا في الفتره اللي جايه؟ بص اللعيبه بتوع شمال افريقيا بالذات لما ما بيلعبوش فتره طويله مستواهم بيقل، بيتاثروا نفسيا عكس الافارقه اللي هم الافارقه الصمر، يعني بيبقوا عارفين هم عايزين ايه، هو جاي متارجت ان نادي الزمالك هيديني 10,000 دولار هموت نفسي عشان السنه الجايه اطلع بره اخد 100,000 200,000 300,000 مليون دولار، هو عارف كده. لكن اللعيب الافريقي اللي هو شمال افريقي زي ما بيقولوا كده اللي بيتكلم عربي بمعنى صح بيبقى عنده حته العاطفه شويه، يعني درجة عليه شويه زي ما بيقولوا، تمام؟ فانا شايف ان سيف الجزيري يعني طالما ابتدى يفوق انا شايف انه ابتدي ياخد فرص اطول، تمام؟ وما نستعجلش عليه برضه ما نضغطوش، هو راجل بيلعبه صح، هو بيلعب بوكس تو بوكس، هو هداف في الحته دي، شاطر جدا، كان مع المقاولين كان بيعملها كابتن، هو في ملعب المقاولين امبارح جابها بوكس تو بوكس، هو شاطر جدا. بس انا يعني وجهه نظري ان احنا لو اشتغلنا معاه انديفيدوال كتير الفتره اللي جايه ان احنا نشتغل معاه تخصصي لوحده او هو عمر السعيد، لان هم محتاجين ده، محتاجين يشتغلوا على جون كتير جدا، انت فاهم؟ بتهيالي يعني نسبه او معدل التهديف بتاعهم هيزيد بفتره بشكل كبير الفتره اللي جايه ان شاء الله. المنافسه شكلها ازاي سريعا كده؟ شايف المنافسه هتستمر للنهايه ما بين نادي الزمالك ان شاء الله ومين؟ انا ليا وجهه نظر وما زلت مصر عليها ان فاركو وفيوتشر هيبقى لهم دور في الثلاثه الكبار على اخر السيزون. فرقه بيراميدز فرقه كويسه جدا، اسامي كبيره جدا، بس انا عندي احساس ان هم بيلعبوا ليزي شويه، يعني الموضوع ما تحسش ان هم يعني عايزين ياخدوا بطوله، احنا بنكسب عشان امكانياتنا كبيره عشان في فروقات فرديه، لكن ما تحسش يعني تلاقيهم في ماتش الزمالك والاهلي لا الموضوع عادي. ماتش سيراميكا صعب جدا، ماتش سيراميكا تلاقي فرقه مثلا المحله ممكن تكسبه،
انت فاهم؟ لا على النقيض مع نادي الزمالك بقى، نادي الزمالك هيلعب مع سيراميكا. سيراميكا لا ماتش صعب جدا جدا. فرقه سيراميكا فرقه منظمه وفرقه كويسه وعندها عناصر كويسه، وعناصر كانت بتلعب في الزمالك وفي الاهلي، وعناصر مميزه وعناصر في منتخب مصر. لكن هي القصه في ايه؟ مدربهم كمان كابتن احمد سامي. طبعا هي القصه في ايه؟ ان انت دايما تبص قدامك تمام زي القطر كده، دوس على اي حد بتعدي عليه وما تبصش وراك. يعني ما تقولش النادي الاهلي لو لعب الماتشات المؤجله هيبقى اول، لا حضرتك اكسب كل ماتشاتك وصدقني الاهلي مش هيبقى اول. يعني انت اكسب، طول ما انت بتكسب هتفضل انت الاول ان شاء الله. انت فاهم؟ لان النادي الاهلي بعد الاداء بتاع امبارح، تخبط المدير الفني مشي، صدقني مش هيستحملوا ماتش الثاني. هتلاقي النادي الاهلي الكيرف بيقل، ممكن يخسر له ثلاث نقط في ثلاث نقط ورا بعض، هتبقى حضرتك انت الاول. لكن انت ما تعطلش نفسك بنفسك، يعني ما تجيش انت تركيزك يقل في ماتش، او تفرط في نقطتين، او تفرط في ثلاثه بونت في ماتش ونرجع نندم عليهم فيما بعد. شرفتني ونورتني يا نجم. حبيبي يا ابو احمد. حبيبي يا كابتن. خليتكش تتكلم انت النهارده. ايه؟ اتكلمت انا فقط. انا احنا انت جاي عشان تتكلم، انا بستمتع بكلامك وتحليلك. حبيبي يا ابو احمد. شرفتنا ونورتنا. ربنا يخليك تسلم. انتهت فقره سامو كوس وانتهت حلقتنا من برنامج نهارك ابيض، ان شاء الله على امل اللقاء في حلقه جديده من برنامج نهارك ابيض، الى اللقاء.